طيب كمان من نور بقى الارقام والاحصائيات يا كريم. نعم. البطوله فيها اهداف كتيره جدا، صحيح. ومن البطولات اللي يمكن فيها معدل تهديفي بشكل كبير جدا. تعال انا وانت برضو نتعرف على شكل الارقام والاحصائيات بتقول ايه في نهايه دور المجموعات من اليورو 2020. طبعا اقوى خط هجوم المنتخب الهولندي 8 اهداف، اقوى خط دفاع طبعا ايطاليا وانجلترا قدروا يحافظوا على الكلين شيت في الثلاث مباريات. الاستحواذ طبيعي تروح ملوك الاستحواذ ملوك الاستحواذ طبعا المنتخب الاسباني بمعدل 73%، اكثر تمريرات طبيعي يبقى المنتخب الاسباني بيعمل متوسط تمريرات في المباراه واحده بنتكلم من 800 تمريره، منهم 719 تمريره صحيحه بنسبه 90%، اكثر معدل للتصويبات برضو المنتخب الاسباني من 18 تصويبه بيحقق 7 على المرمى، واكثر معدل عرضيات 23 لبولندا. ومفهوم طبعا ليه، عشان ليفاندوفسكي هو صحيح. اللي موجود من داخل منطقه الجزاء. دي عايز اتكلم معاك في فرقتين، نتكلم على المنتخب الايطالي شويه. طبعا زيرو من النقاط، كلنا بنقول ان الكره الايطاليه كان كره دفاعيه بشكل كبير، النهارده ايطاليا مع مانشيني بتقدم كره مختلفه. نعم. بتحرز عدد كبير 7 اهداف في 3 مباريات. نعم. شايف ايطاليا ازاي و يعني بدات من المرشحين بقوه للوصول لدور النهائي؟ والله كده انا اشوف ان ايطاليا وهولندا على نفس الترتيب استفادوا من عدم مشاركتهم وعدم تاهلهم لمونديال العالم في روسيا 2018، وقدروا من بعديها هم يعني ينسقوا المشاكل اللي عندهم وقدروا يظبطوا حاجات كتيره جدا. المنتخب الايطالي بنقول ان هو بيحقق ارقام قياسيه، وصلت ل 30 مباراه على التوالي بدون هزيمه. برضو الامانه المنتخب الهولندي مع رونالد كومان قبل ما يسيب الدفه لفرانك ديبور لما راح هو برشلونه، برضو قدر ان هو ياخد المنتخب الهولندي من صدمه عدم التاهل للمونديال، ويقدر ان هو يعني يجهز منتخب قوي. ربما في بعض الانتقادات لفرانكي في الوقت الاخير، ولكن الراجل عمل العلامه الكامله في دور المجموعات على نفس الشكل اللي عملها المنتخب الايطالي مع مانشيني. طيب.